معنا من رام الله ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية بعد التحية. إذن ولاء، هنا في القدس المحتلة انتهاكات للمسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله، كيف تبدو التفاصيل وخاصة في القرى في جنوب نابلس لديك؟ نعم، أهلا بكم. عندما تحدث عن قرية جالوت وهذا ليس بالاعتداء الأول من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه على هذه القرية، حيث تمكن أهالي القرية بالتصدي للمستوطنين الذين هاجموا المنازل في قرية جالود، وكانوا قد يعني يكون هناك لا سمح الله هناك كوارث لربما سوف تحدث هذه الأيام، خاصة في ما نتحدث عنه اعتداءات للمستوطنين على هذه القرية، حيث قام أيضا المستوطنين بقطع أعمدة الكهرباء الذي وهي على مسافة 500 متر ما بين قرية جالوت وقصرة. ونتحدث عن اعتداء لقوات الاحتلال على الشبان الذين تصدوا لهذا الاقتحام بالمستوطنين، حيث أصيب شاب برصاص المغلف بالمطاط وشاب آخر أصيب بكسر بيده. هذه ليست يعني القرية الوحيدة التي تم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، أيضا قرية وبلدة رمانة في جنين تم الاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال، حيث اقتحمت هذه البلدة وعاثت فسادا وخرابا في المنازل حيث اقتحمتها فجر هذا اليوم. نتحدث أيضا عن بلدة بيتا في مدينة نابلس، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام هذه البلدة وأيضا الاعتداء على المواطنين ونصبت حواجز عسكرية في المداخل لهذه البلدة، وكان هناك العديد من حالات الاختناق التي يعني تسبب بها الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال على أهالي هذه البلدة. نتحدث عن 923 اعتداء، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأنه خلال الشهر المنصرم تم الاعتداء على المواطنين ب 923 اعتداء من الجيش والاحتلال ومستوطنيه، حيث تمركزت هذه الاعتداءات في مدينة القدس ونابلس وأيضا الخليل وسلفي، ما بين تخريب وأيضا الاستيلاء على ممتلكات المواطنين وقطع أشجار دائما يحدث ومهاجمه منازل هذه مسار ايضا تتخذه قوات الاحتلال يعني ولاء في هذه المسارات او هذه الاطروحات، وهو اصابات طبعا ومواجهات واقتحامات للقاري، لكن ايضا ياخذ هناك مسار اعتقالات. ماذا عن الاعتقالات التي تتم للشبان الفلسطينيين في هذه القرى؟ نعم، في هذه الاثناء يعني كما ورد هذا الخبر العاجل، في مدينه طول كرم قامت قوات الاحتلال باقتحام مدينه طول كرم، وايضا قامت قوة خاصة باعتقال شاب في محيط مخيم نور شمس واعتقلته إلى جهة مجهولة. هذه الاقتحامات التي متكررة وأصبحت ممنهجة من قبل قوات الاحتلال وسياسة لدى الاحتلال بأن هذه الاعتقالات هي يوميا تزداد شيئا فشيئا، يعني منذ يوم أمس ولغاية الآن هناك حوالي 10 شبان تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال من بلدات ومحافظات في أنحاء الضفة الغربية، لا سيما عن الاعتداءات المتكررة للمستوطنين في هذه الأثناء وخاصة في يعني موسم قطف الزيتون على المزارعين الفلسطينيين. نعم، تفاصيل أشكرك عليها. إذن كنت معنا فيها من رام الله ولاء السلامين، أشكرك إذن ولاء.